عندنا 400 و500 اللي سيكون منهم اللي داروا عملية السقي، ماشي سقي تكميلي، السقي انتيغرال، ليريغاسيون انتيغرال، كلية سقي كلي ليس تكميلي. نضال نديروا السقي التكميلي من تكون هناك امطار و ناقصة، نكملوا بالسقي التكميلي اللي هي ليريغاسيون لابو. السنة من ما كاش كاع الامطار درنا السقي الكلي اي ليريغاسيون انتيغرال. دونك الفرق بين ليريغاسيون انتيغرال اي ليريغاسيون لابو. دونك هذا فيما يخص لا تفضل رغوات بوسي طبعا البطاقة التقنية للمستثمرة الفلاحية الجماعية بمبارة محمد رقم 3 بلدية عين موشن. الطبيعة القانونية كما قلنا مستثمرة فلاحية جماعية. النشاط الرئيسي تاعها انتاج الحبوب والخروب. المساحة 15 هكتار قصير 28 قاسية 28. طبعا هذا الكود بار تاع العقد هما 4 8. دونك المس دونك المساحة المزروعة من الحبوب 12 نقولوا 13 هكتار. طبعا عنده لكن شفتوا على اليمين تاع قبل الدخول البارح كان محصد هذه ابدا انطلاقه في الحقل هذا اللي مقابل المزرعه. طبعا العنب الطويله على طريقه البربوره زوج هكتار وهي من نوع فيكتوريا. الموارد المائيه عندها بئر ب 1.5 لتر الثانيه. السقي التكميلي هي هنايا سقي كلي. نعم سقي كلي ما حبسناش السقي. وعندها السقي بالتقدير طبعا لابيتيك ديال عنب الطاولة. اليد العاملة عندها زوج دائمين وثمانية موسمية. هذه هي فيما يخص المستثمر. المستثمر مربوطة بالكهرباء.